يا صباح الخير، يا صباح الجمال مع قناتنا الصحة والجمال ومع برنامجكم حكاوينا بالمصري. أرحب بندى وأصبح عليها. ازيك يا ندى، ازيك يا وضع؟ عاملة عاملة ايه؟ ايه؟ صباح الفل. صباح الخير. صباح الفل. كنت الجو النهاردة عامل ايه معاكي؟ بس الطريق كان حلو وانا كنت ناوية اجي أنا سمعت برضو انت بس خدتي ايه، على كده. أنا ضميري أنبني الصبح، قلت لا اجي ما ينفعش. ودكتور طبعا شرف لينا ان هو معانا، فكان لازم ان احنا نيجي ونكون جديرين بالحلقة. طيب تعالوا نطلع فاصل ونرجع نشوف مين دكتورنا اللي هنرحب بيه ويكلمنا في ايه. ابقوا معانا. رجعنا لكم بعد الفاصل ومنرحب بالدكتور الاستاذ الاستشاري دكتور ايهاب ندى. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير، ازاي اهلا حضرتك؟ بيكم. دكتور اهلا انف وسهلا. اذن وحنجره. ايوه ده كلنا حقيقي. دكتور الاذن والحنجره والجيوب الانفيه اليومين دول بقى عشان البرد والكلام ده. عشان البرد الحقيقه ده حقيقي فعلا. حقيقه. ولكن حديثنا النهارده هيكون عن الاعاقه السمعيه وزراعه القوقعه. تمام. بس قبل ما نتكلم مع الدكتور، حضرتك يا دكتور المكان المتواجد فيه العيادات او المستشفى فين؟ والله العيادة بتاعتي الأساسية في مصر الجديدة، دي في 102 شارع المرغني مصر الجديدة، وفي عيادة تانية في مدينة الرحاب. دول العيادات الأساسية، لكن غير كده برضو ساعات بروح كليوباترا وجوي وكده. مستشفيات كتيرة الواحد بيشتغل فيها، انت عارفة الدكاترة بيروحوا من أكتر من مكان، إنما الأساسية هي بتاعت مصر الجديدة. طب لو حد حابب يتواصل مع حضرتك بيتواصل على أنهي الرقم الأرضي 24172362، أو الرقم اللي هو الموبايل 010-9696-2400. تمام. دكتور حضرتك أنا عارفة إن حضرتك بتشتغل في كذا مستشفى، ومستشفيات ما شاء الله كتير، ومستشفيات طبعا حاجة. مستشفيات زي ايه مثلا حضرتك متواجد فيها؟ انا بتواجد يعني حضرتك مستشفى تقريبا كليوباترا الدكتور كليوباترا لسه صح كده؟ ممكن جوي التخصصي، مستشفى وادي النيل، الجولف التخصصي، صفوة الجولف، الجولف الدولي، كل المستشفيات كتير يعني، الرحاب التخصصي، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا هنا في 6 اكتوبر برضو. فهتلاقيني متواجد في اكتر من حتة يعني. مستشفى الجنزوري طبعا مؤخرا كنت موجود فيها. طيب اي بقى سؤال اي استفسار ممكن تتواصلوا معانا على الارقام اللي على الشاشة وتسألوا الدكتور في اي حاجة. يا دكتور بداية بقى ايه هي الاعاقة السمعية؟ اي ثينك ان هي خلل في الجهاز السمعي. بالظبط. هو انواع الاعاقه السمعيه يعني انواع مختلفه. تمام. بتتراوح بين الاجزاء البسيطه خالص، من اول يعني ما يبقى فيه حاجات في توصيل الصوت، ودي تبقى اغلبها حاجات سهله جدا وممكن تتعالج دوائيا او ببعض الجراحات البسيطه او العمليات البسيطه. تمام. اما لو المشكله بتبقى في العصب او في الاذن الداخليه او ما يعني الاذن الداخليه او العصب او ما بعد ذلك، دي بتبقى حاجه اقوى شويه، وبيبقى على حسب الدرجه بتاعتها. لو في عندنا هنا في مصر وزاره الصحه متبنيه موضوع الاعاقه السمعيه ده بقى لها سنين طويله الحقيقه، وبالنسبه للاطفال اللي هم بيتولدوا مش سامعين خالص يعني قبل الكلام تماما، قبل الكلام، دول بيبقى هم دول الكانديديتس اللي احنا بنقدر نتدخل ليهم بعمليات زراعه القوقعه. كمان اللي استجد في يمكن من شهور عديده ان كمان بقى عندنا تبع وزاره الصحه برنامج جامد جدا ومهم جدا للمسح السمعي. بالظبط. عند الولاده. يعني حضرتك عارفه الواحد عند الولاده بيخلوه يعمل شويه تحاليل الغده الدرقيه اجباري، وبيعمل شويه فحوصات بقى من ضمنها المسح السمعي، عشان كل ما احنا نكتشف الاعاقه السمعيه العصبيه بدري كل ما ده بيبقى فيه فرصه اعلى ان احنا نقدر نحط الاطفال دول على خطه الدوله عشان نقدر نعمل لهم العمليات اللازمه ليهم، وكل ما يبقى بدري كل ما يبقى احسن. خصوصا ان هي بتبان اصلا في الولاده في المشاكل. لو جات للام مثلا مرض الصحيه او الامراض دي ممكن بتاثر على الجنين. طبعا هي اسبابها كتيره جدا، بتبدا من والام حامل، او لو الطفل اتولد، او لو في جواز قرايب، دي من ضمن الحاجات المشاكل الكبيره اللي عندنا، العوامل الوراثيه.
او الجينات معينه بتنقل بعض الامراض الوراثيه للطفل، او ان لو هو مثلا سخن وهو طفل صغير سنه سنه ونص بيجي لنا التهاب سحائي زي ما حضرتك قلت كتير، اغلب الناس ما عندهمش الوعي الطبي الكافي فبيتهيألهم ان ده دور برد او سخونيه عاديه، الطفل بيفضل سخن ايام طويله 39 و40 ده بيأثر طبعا على العصب السمعي وبيخليه يفقد السمع خالص وبيأثر على تكوين القوقعه حتى بيخلي عمليه زراعه القوقعه عمليه صعبه شويه. طب وده ممكن برضو بيبان من الكروموزومات اللي هي اكس واي والحاجات دي؟ الاكس واي بتحدد الجنس اساسا، ولكن في برضو بعض الكروموزومز بتبان بالمسح الجيني ممكن تبين هل في تعرض يعني عنده قابليه ان يطلع بكده او لا، ودي بتتعمل برضو موجوده عندنا في مصر. تمام. دكتور احنا حضرتك قلت من شويه ان احنا اتطورنا شويه ان احنا نعرف من بدايه التحاليل اللي بتعملها للجنين. لو الام ما حصلش وهي ما حدش قالها على التحليل ديت اول ما اتولد، الام تكتشف امتى او تكتشف ازاي ان الطفل اللي اتولد دوت عنده اعاقه سمعيه؟ المفروض بتكتشف بعد سن قد ايه مثلا وتكتشف ازاي؟ اقول هو مبدئيا الحمد لله المشروع بتاع المسح السمعي اتعمم على مستوى الجمهورية وأصبح إجباري وإلزامي، يعني استحالة في جمهورية مصر العربية أي طفل هيتولد أيا كان في أي محافظة ما إلا هيبقى إجباري أنه يعمل اختبار، ده اختبار ما بياخدش دقايق بالكمبيوتر كده نعرف إذا كان هو عنده إعاقة سمعية ولا لا، فأصبح دلوقتي أمر مفروض. فهي كده خلاص ده الكلام ده بقاله شهور. يعني مبادرة السيد رئيس الجمهورية هو اللي أطلقها بعد طبعا ما وصلت له المعلومة ان ده حاجة مفيدة لأطفال مصر، فهو يعني عممها ودي حاجة كويسة جدا. احنا كلنا كأطباء أنف وأذن وحنجرة يعني استقبلنا الخبر ده زي عيد بالنسبة لنا، لأن دي حاجة جميلة جدا وكانت بتطبق في أوروبا من سنين طويلة واحنا بقينا زينا زي أوروبا دلوقتي، فده نمرة واحد. فهل هنفترض يعني مجازا وده احتمال يكاد يكون صعب جدا ان حصل ان هي الام ما عملتش المسح السمعي او الطفل ده ما عملش المسح السمعي، حضرتك عارفه ان الاطفال دايما بيبداوا الكلام عن طريق التقليد، يعني هو بيسمع كلمه زي البغبغان كده بيرددها بيسمع الاول وبعدين يرددها، ده بيحصل في سن معين بيختلف من طفل للتاني بيزيد شهرين بيقل شهرين 5 أشهر اقل اكتر، لكن في سن معين اللي الطفل بيبقى عامل فيه زي البغبغان بالظبط بيسمع اي حاجه بتتقال له فبيرددها بالظبط، لو هو ما بيسمعش هيتاخر في الكلام. فهي دي اول علامه الام هتاخد بالها منها، نمره واحد ان هو ما بيرددش الكلام. تمام. نمره اتنين ان هو مثلا دكتور معانا اتصال. الو 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 ايوه استاذ احمد. وعليكم عليكم السلام يا فندم اتفضل. بصراحه انا كنت مليان حامل حضرتك وكاتب الدكتور بتاع نفس التوليد ان الجنين فيه كليه حضرتك ناقصه الكليه اليمين مش موجوده. معلش استاذنك تعلي صوتك شويه. بقول لحضرتك انا المدام كانت حامل ودكتور النفس التوليد اكتشف حضرتك ان الجنين الكليه اليمين مش موجوده حضرتك. الجنين ايه؟ الكلية اليمين مش موجودة. الكلية اليمين؟ الكلية اليمين. طيب هو حضرتك دكتور انف واذن وحنجرة بعيدا تماما على حضرتك بتقول. شكرا يا استاذ احمد. ميرسي كتير لاتصالك يا فندم. عفوا يا دكتور. لا مش مشكلة. اتفضل يا دكتور. فزي ما قلنا أول حاجة الأم هتاخد بالها منها إن الطفل نمرة واحد ما بيتكلمش. ما بيرددش الكلام في السن الطبيعي اللي المفروض يبدا يتكلم فيه. نمره اتنين يوجولي لو الطفل موجود وحد مثلا فرقع بالونه عمل صوت عالي الطفل بيتفزع ويتخض. لا ده يعني مهما حصل ما بينتبهش خالص. فمن هنا بتبدا الام تلاحظ ان هو ما بيتكلمش متاخر في الكلام، فتبدا تروح لدكتور اللي المفروض هيحولها لدكتور سمعيات ده اول واحد يعمل لها بقى الاختبارات السمعيه ويبدا يحدد بقى في مشكله ما فيش مشكله عامله زي ما قلنا توصيل ولا مشكله عصبيه ونخش بقى نبدا نبحث في هذا الموضوع. طيب اكتشفنا ان في مشكله في السمع، البدايه ببتدي بايه؟ بصي اذا احنا اكتشفنا ان في مشكله اعاقه سمعيه عصبيه وان هذا الطفل اصم تماما او ان هو في تطور سريع في فقدان السمع ماشي بسرعه وهيوصل لهذه المرحله، اول خطوه الام بتتجه ليها الى عياده التامين الصحي اللي تابعه للمنطقه اللي هي فيها. تمام. ليه؟ لان النوع ده من العمليات
بيحتاج جراحين، مش اي جراح انف واذن، جراحين معينين هم المعنيين بهذه النوعيه من الجراحه. بعض المستشفيات اللي التامين يعني يجز لها عمل هذه العمليه اغلبها مستشفيات جامعيه ومستشفيات وزاره الصحه والهيئه العامه للتامين الصحي. تمام. ودكاتره معينين معروف هم مين ولهم سابقه في الجراحه دي ومعروف تدريباتهم ايه. بالزبط. فلازم نبدا مع التامين الصحي. اولا لان كل طفل مصري له تامين صحي. ثانيا لان الموضوع ده مكلف جدا والدوله مشكوره متكفله بيه فروم اي تو زد. يعني المريض ما بيدفعش حاجه خالص. بس بتدور. الجديد كمان ان لما ست الرئيس عرف ان في قوائم انتظار عمل الغرفه المركزيه لقوائم الانتظار. والحقيقه احنا في خلال الاربع شهور او الثلاث شهور اللي فاتوا كان عندنا 1300 تقريبا طفل في قوائم الانتظار، ما شاء الله كلهم خلصوا. تمام. بمجهودات غرفه قوائم الانتظار مع التامين الصحي ووزاره الصحه ما بقاش عندنا قوائم انتظار في موضوع القوقعه خلاص. فالنهارده اللجنه هتطلع 10 عينين، ال10 عينين هيتعملوا في خلال اسبوع 10 ايام، ما بقاش في عندنا خلاص فكره ان المريض راح التامين الصحي هيقعد يستنى. وبشتع فكره ده مش في وزاره القوقعه بس، ده في كل حاجه. يعني ما شاء الله الموضوع ده اتحل من ضمن الانجازات اللي احنا كاطباء بنحس بيها للمرضى. نسبه نجاحها والله هي بتعتمد على حاجات كتير. هي لو زي ما قلت لحضرتك جراح مدرب تماما على هذه النوعيه من الجراحه، له سابقه جراحات كتيره، معتمد من الهيئه العامه للتامين الصحي ومتخصص في هذه الجراحه، بتبقى نسبه نجاحها يعني انا بقول لك ممكن تعدي ال 99.5%، ما فيش اي مشكله. الا اذا يبقى في بعض العيوب الخلقيه في المريض، فاحنا ونبقى عارفين قبلها من اشعاعات وتحاليل واختبارات سمعيه بنبقى عارفينه قبل العمليه، فبنقعد نعمل زي كونسلنج مع المريض ونفهمه ان انت مثلا القوقعه فيها عيب خلقي معين فيجوز زرع فيها القوقعه بس بتبقى اصعب من العمليات الثانيه، او النتيجه اللي حضرتك تتوقعها مش هتبقى زي الناس الثانيه. يعني لازم يبقى في لقاء بين الجراح والمريض يفهمه، او هو مش جراح، الفريق الطبي اللي بيعمل العمليه دي، لان ده مش جراح فقط، ده جراح، دكتور سمعيات، دكتور تخاطب، دكتور اشعه، فبيبقى فيه ايماءات. لازم يبقى فيه تيم كامل، فريق كامل هو اللي بيقوم بالعمليه دي. دي مش عمليه بيقوم بيها شخص. الجراحه جراح ومساعد بتاعه، انما ده بروسيس كامل بيبدا من اول زي ما قلنا التامين، ثم اللجان تفحصه عشان تتاكد ان كل حاجته مظبوطه، ثم يتحول على المستشفى المعنيه، ثم الجراح والفريق بتاعه يقوموا بالعمليه، ثم التاهيل التخاطب والسمعيات وهكذا. تمام. عملت العمليه، حطينا الجهاز على الجمجمه. مجازا. هو الجهاز برضه عشان يبقى الناس عارفه مكون من جزئين. بالظبط. جزء داخلي وجزء اللي انا معني بيه اللي انا بزرعه او بغرسه، غرسه القوقعة او زرعه القوقعة. ده جهاز بيتحط على الجمجمه فعلا مباشره، بيتعمل له مكان ليها، وبيبقى فيه زي الكترود واير كده معين. هو اللي بيخش بطريقه ما جوه قوقعه العيان الشخصيه. الخارجي ده بيبقى بعد 4 أسابيع تقريبا، بعد اسبوعين لما نطمئن. المريض بيستلمه اون سبوت. تمام. في ساعتها. وبعد اسبوعين بس نطمن على الجرح ان بالزبط. الجرح قفل، ان الجرح كبير ومفيش عندنا اي مشاكل، نبدا. لان الجهاز الخارجي بيمسك في الجهاز الداخلي بمغناطيس. بالزبط. فلازم يبقى الجلد اتقفل والجرح تمام وكل شيء جميل وما عندناش اي مشكله. يبدا بقى نحط الجهاز الخارجي، ويبدا هنا دور التخاطب والسمعيات لبرمجه الجهاز مع الشركه بتاعه الجهاز. حطينا جهاز. احنا طبعا. مثلا لما في زراعه اي جسم ممكن الجسم بعد ما يتزرع فعلا في جسم المريض ما يتقبلش. مظبوط. احنا ممكن يحصل معانا كده، نكون كل التحليل تمام وكل حاجه تمام، بس لما نزرع القوقعة الجسم ما يقبلهاش او يبقى فيه طرد ليها. احتمال وارد بس احتمال ضئيل جدا. لان المواد المستخدمة للتصنيع بتاعت الاجهزة الداخلية مواد مش من المفروض ان الجسم يرفضها. انما الجسم البشري فيه اختلافات كتيرة بين ده وده وده وده، ففي حالات نادرة جدا ممكن الجسم فعلا يلفظ الجهاز، بس حالات يعني نادرة. ولو حصل التهابات، حصل صديد، حصل اي نوع من انواع الحاجات دي، ده اللي بيساعد على كده. لكن لوحدها كده تترفض احتمال يكاد يكون نادر. يعني انا عاملين دلوقتي حالات تقريبا فوق 1000 حالة ما شفناش حاجة زي كده، الا في حالات انفكشن، يعني حصل التهاب، ما حصلش غيار كويس على الجرح، المريض ما خدش مضاد الحيوي، تلوث في الجرح، ايا كان، فالجرح بيفتح ويطلع الجهاز بره. طلع الجهاز بره خلص، لازم يتشال ويتحط واحد جديد. تمام. طيب احنا عملنا العملية، زبطنا الدنيا، بعد قد ايه ببدا اشغل الجهاز واشغله ازاي؟ في كونتروفيرسي في هذا الكلام بره،
في ناس بتقول ايرلي ستارت اب يعني لازم ممكن تاني يوم العمليه اعمله فيرسز اسبوعين. احنا هنا في مصر الغالبيه من الجراحين بنفضل اسبوعين ثلاثه على الاقل يكون بس الجرح لم وتماما وكل شيء تمام واحنا مبسوطين ان كل حاجه في مكانها وكل حاجه كويسه عشان نبدا نعمل ستارت اب للجهاز. وتبدا من هنا بقى الشركه مهندسين الشركه مع دكتور السمعيات مع دكتور التخاطب يعملوا تاهيل للمريض. وده طبعا جزء مهم جدا، انما اهم جزء بقى في القصه دي اهل المريض يتقبلوا هذه الفكره يتقبلوها ويساعدوا. دكتور التخاطب يوم ما يكون يعني المريض ده ملتزم جدا هيروح 3 مرات في الاسبوع لمده سنه، لكن بقيه الايام بقى بقيه الساعات اللي هو قاعدها كل يوم 7 ايام في الاسبوع مع لازم الام لازم يشوف التمرينات والملاحظه في ايوه تبقى مع دكتور التخاطب شايفه بيقول ايه وتقعد في البيت تكلم الطفل وتعايد وتزيد. الامهات اللي بتعمل كده بيجيبوا نتائج احسن بكتير من الامهات اللي راميه كله على الدكاتره وبس. لازم يبقى في مجهود جماعي. دكتور يعني احنا كده وصلنا كنا من بدري شويه او زمان شويه الناس كلها قلقانه ان زراعه القوقعه مبلغها كبير، زراعه القوقعه مش اي حد بيعملها كان فعلا، لكن حضرتك دلوقتي المفروض بقى ان احنا كده يعني نطمن الناس ان احنا اول حاجه احنا بنكتشف الموضوع السمع بدري جدا مع الولاده. التامين بيشيل تقريبا حضرتك بتقول التكلفه من A to Z تمام، مفيش 99% من نسبه نجاح العمليه، فيعني كده احنا تقريبا مطمنين من جدا من موضوع زراعه القوقعة جدا. وبالذات فعلا حضرتك اكدت على نقطه وبحب اكد عليها لكل الناس اللي سمعانا، يعني سياسه الدوله دلوقتي مع وزاره الصحه وقوام الانتظار والهيئه العامه للتامين الصحي ممنوع. انا بقولها عشان يعني لو حد سمع حاجه من حد تاني، احنا كان في نظام قديم ممكن كان بيبقى فيه المريض بيساهم بجزء لو عايز يعملها في مستشفى معينه غير بره مستشفى التامين كان ممكن، انما النهارده مستشفى معينه مستشفى غير معينه المريض ما بيدفعش جنيه، هيدفع مواصلاته بصراحه عشان يبقى واضحين يعني، انما حد يقول لحد لازم تدفع فلوس لازم تدفع جنيه لازم تدفع تبرعات ما فيش كلام من ده خالص. الدوله متكفله تماما بهذه الخدمه من اول الديتكشن اللي هو نعرف ان هو عنده ضعف سمع ولا لا من اول ما يتولد الى عيادات التامين الصحي الى اللجان الى العمليه الى التاهيل ما بعد العمليه سنه وسنتين، كل ده الدوله متكفله بيه. واي حد هيطلب من اي مريض جنيه واحد يبقى عارف المريض يبقى عارف ان ده غلط وما يستجيبش ليه، ومش هيفرق مش هيفرق معايا ان انا ادخل التامين الصحي مستشفى التامين الصحي اعمل فيها العمليه ازرع فيها القوقعه او اروح اشوف مستشفى غاليه او استثماري ازرع فيها القوقعه وهم يعملوا لي العمليه. بص حضرتك حتى لو اولا هو كل المستشفيات المصرح لها بعمل عملية زراعة القوقعة بيكون عدى عليها لجنة واثنين وتلاتة من الهيئة العامة للتأمين الصحي عشان تشوف مقاييس ومعايير الجودة المطلوبة لهذه العملية موجودة ولا لا. فأي مستشفى التأمين الصحي قال أوكي عليها احنا مطمئنين عليها تماما، مستشفى جامعي مستشفى تأمين صحي مستشفى وزارة الصحة ايا كانت هي هتبقى مستشفى كويس، لان احنا التامين الصحي عامل بارامترز معينه لازم تبقى موجوده. وبعدين المريض ما بياخدش الجهاز، هو التامين بيبعت الجهاز على المستشفى فما فيش اي امل. حتى لو في مستشفى تعتبر نوع من انواع المستشفيات الاستثماريه او الخاصه بنفس سعر مستشفيات التامين الصحي، ما فيش حاجه اسمها فلوس خلاص نهائي. في مستشفيات معينه التامين الصحي بيوجد لها عمل هذه النوعيه من الجراحه وبيبعت عليها الاجهزه وبيحول عليها المريض. مستشفى تأمين صحي مستشفى خاص استثماري بغالية رخيصة المريض ملوش دعوة ولا حاجة، اللي هيعمل هنا زي اللي هيعمل هنا زي اللي هيعمل هنا. طيب أنا عندي لحضرتك 3 أسئلة. أنا عندي 3 إجابات كتير بتحوش تقريبا. أول سؤال، ماشي احنا ركبنا الجهاز وزبطناه وعرفنا تشتغل ازاي وأثناء الإيماءات والإشارات لقيت الصوت عالي كويس، ده بيرجع تاني لمهندس الشركة ودكتور السمعيات، لأن الجهاز ده له يعني تظبيط. يعني زي مثلا الواحد بيعمل نظاره ممكن يعمل نظاره يبقى شايف بيها كويس، بعد شويه ما بقاش شايف يعيد كشف النظر يقول لك لا ده انت هنزود شويه انت بقيت ماينس شويه بقيت بوزيتيف شويه، يعني لازم لها تظبيط. عشان كده التاهيل جزء منه اللي حضرتك بتقوليه ده، ان المريض لازم كل شويه يروح يعمل كاليبريشن للجهاز ويعلو الفريكوانسي واطه، يعني لها قصص كبيره قوي ما بيتسابش العيان كده. طيب السؤال الثاني، بعض الدكاتره بتمشي ستيب باي ستيب، يعني يقول لك هركب سماعه في البدايه واشوف الاول الطفل يتقبل الموضوع معايا وهيبقى التحسن في السمع، وبعد كده ابدا افكر لو الدنيا ما مشيتش معاه ابدا افكر في زراعه القوقعه. حضرتك مع الموضوع ده ولا بنعمل بقى الاشعاعات والمقاييس السمعيه وكل حاجه وبعد كده لو
فعلا الموضوع محتاج زراعه الكوكاو باخد الطريق من اوله ما ضيعش وقت. ده كلام مهم جدا. هو الاثنين صح تمام ديبندنج على الاعاقه السمعيه قد ايه. بمعنى لو انا عندي ضعف في العصب لازم اركب ابدا الاول بالحاجات البسيطه ان انا احاول اشوف المريض دوت لما احط اركب له سماعه هل هيتحسن ولا لا، وبنقيس مقياس السمع قبل السماعه وبالسماعه ونشوف حاجه اسمها الجين يعني هو استفاد قد ايه. في اطفال كتيره جدا او كبار السن برضو بيتعمل لهم زي القهوه. بس اسال حضرتك يستفيد من السماعه في الكبار السن برضو؟ طبعا لو استفاد من السماعه خلاص يبقى الموضوع انتهى. لا داعي ان انا اخش في عمليه كبيره وتكلفه على الدوله ومشاكل ليه طالما السماعه ادت الغلط. ده نمره واحد. نمره اتنين، افرضي العيان دوت احنا شايفين ان هو ما بيسمعش خالص وهنعمل له زراعه قوقعة، بيشترط برضو الهيئه العامه للتامين الصحي انه لازم يلبس السماعه طول ما هو منتظر لما تيجي القوقعه، قبل مثلا الاستيراد ايه اسبوع اتنين شهر اتنين ايا كان، لازم يبدا بتاهيل سمعي الاول عشان حتى لو احنا هنعمل زراعه قوقعه بتبقى النتائج احسن لو هو كان مركب سماعه في الاول. بالنسبه لكبار السن وصغار السن، ده في ناس عملنا عمليات على ناس عندهم 50 سنه الراجل كان بيتكلم وبيسمع عادي. ما احنا عند حضرتك عندنا سن مهم جدا حاطاه الهيئه العامه للتامين الصحي طبقا للمعايير الدوليه اللي هو سن قد ايه 5 سنين. كان زمان 6 بقى 5. يعني المريض هيستفيد من عملية زراعة القوقعة من أول 6 شهور 7 شهور 8 لغاية سن 5 سنين، لأن هي دي الفترة اللي بعد كده المريض مهما زرع القوقعة لو عنده 7 8 سنين مش هيستفيد. ممكن يديتكت صوت يعني يسمع كلاكس يسمع أن في صوت، لكن يسمع ويعمل لغة ويتكلم بيبقى توليت، لأن المراكز اللي هي في المخ العضو الذي لا يعمل يضمر بعد سن معين بيبقى استجابته للكلام ان هو يعمل لانجوج قليل. انما الكبار بقى عندك لغايه اي سن طالما هو اوريدي سامع واتكلم وعنده لغه وحصل له اي مشكله ما خلته فجاه ما بيسمعش، نعمل له زراعه قوقعه ويتعلمها ويبقى بيسمع زيه زي الاول بالظبط. طيب معانا اتصال. الو الو الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. ايوه اتعرف بحضرتك. حضرتك معاكي فريد الهواري. اهلا وسهلا يا فندم. مع حضرتك استشاري انف اذن وحنجره دكتور ايهاب ندى. تمام حضرتك. او انا يعني طالب جامعي تمام، ف ودني الشمال بحس فيها الم يعني رهيب مش عارف ليه يعني، بس ده مش باستمرار يعني. تمام. ف ده الحل ايه يعني؟ اولا الالم ده بقى له قد ايه يا استاذي الفاضل؟ لا ده يعني من شهرين كده بالظبط. شهرين؟ معقوله شهرين؟ طيب هل في لو حضرتك دوست على ودنك كده خارجيا زي ما انا بعمل كده او كده، هل في وجع كده؟ اه في وجع بس مش قوي بس بس موجود. هو ده لو هي كده حضرتك في الغالب بيبقى ده التهاب في الاذن الخارجيه نتيجه وجود فطريات او حاجه، فده بيبقى علاجه بشويه ادويه بسيطه جدا هتخف منها تماما. بس لابد برضو ان احنا نفحص الاذن الوسطى، يعني لازم نبص على ودن حضرتك بالمنظار لعل يكون في التهاب في الاذن الوسطى او حاجه. بس في الغالب اللي بيقعد فتره طويله قوي بالمنظر ده بيبقى غالبا التهاب في الاذن الخارجيه من مثلا استعمال العصايه اللي بننظف بيها الودان اللي فيها قطنه دي، من الهرش في الودان، من الميوزك العاليه في الهيدفون، استعمال السماعات اللي هي الايربودز والحاجات الجديده دي اللي بتتحط جوه الودن، او لو لك علاقه بالميه يعني هل انت سباح مثلا لك علاقه بالميه كتير ممكن ده يعمل كده برضه. احنا لازم ندخل نعمل استشارة عند الدكتور او نكشف عشان نعرف كل الكلام ده. الكلام مبدئيا كده، لكن يفضل طبعا الكشف يبقى احسن. تمام ميرسي لاتصالك يا فندم. طيب سؤالي الثالث يا دكتور. انت بتعديه عليا. انا كنت بسمع كويس والدنيا ماشية معايا تمام كويس جدا كويس. مرة واحدة حصلت لي حادثة او حصبة اثرت عليا كويس. انا عايزة اعرف ايه السبب اللي بيأثر يخلي الواحد يفقد السمع تماما. بص حضرتك في اسباب كتيره ممكن تعمل كده. اولا لو حضرتك خدتي بعض الادويه، في بعض الادويه العاديه خالص ممكن تاثر على العصب السمعي. من ضمنها بعض المضادات الحيويه، ادويه الملاريا، بعض مدرات البول، اسبرين، حاجات كتير قوي بتعمل كده. فدي ممكن الواحد يقوم واخدها يقوم يحصل له كده. او ممكن واحد برضه في نفس الوقت من الاوقات اتعرض لصوت عالي جامد جدا، حصل اصابه يعني صوتيه بنقول عليها. ده بيحصل اكتر في الناس اللي هم في الضباط والجيوش والحروب والانفجار قنبله بتاع كلام من ده، ده ممكن برضه يؤدي الى هذا النوع. وانواع واسباب تانية كتير جدا. انا دلوقتي وممكن تبقى الموضوع على فكره بسيط جدا،
ممكن يبقى حضرتك عندك شويه شمع في ودنك سد ودنك. يعني انا كراجل او حد كبير مش طفل وبدات كنت بسمع كويس جدا وحسيت ان انا مش سامع، نمره واحد نبدا خطوات اروح لدكتور الانف والاذن والحنجر هيبص عليا. الموضوع ممكن يبقى شويه شمع، شويه فطريات ننظفها، ميه ورا الطبله، نبدا بقى هو هيعرف الموضوع ماشي ازاي وناخدها من هنا ستيب باي ستيب لغايه لما نوصل لاي حاجه. بس ما بقاش فيه خلاص الحمد لله دلوقتي غير حالات نادره قوي اللي نقول لا سوري ذير از نو هوب، لكن اغلب الاعاقه السمعيه دلوقتي الحمد لله بقى لها حلول كتير. طب ليه دايما قناه استاكيوس بتتاثر بسرعه؟ لانها قناه صحيه عكس ما كل الناس فاهمين انها ماسوره، لا هي قناه بيتحكم فيها عضلات بتفتحها وبتقفلها ومغلفه بغشاء مخاطي ناحيه البلعوم الانفي والانف. فاي حد عنده حساسيه في مناخيره او عنده دور برد أو, او 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 هيحصل مشكله في القناه دي او الغطاسين او الطيارين اي حاجه فيها بريشر تشينج بيحصل دايما مشاكل في الحته دي. بس علاجها الحمد لله فيري ايزي واغلبه بنسبه 90% ادويه، مفيش جراحات في الحته دي. دكتور احنا مع الاسف معنا دقيقتين، فحضرتك حابب توجه نصايح للساده المشاهدين؟ هو احنا ينفع يعني دقيقتين ونزود دقيقه؟ يعني هو انا عندي سؤال بس. عندها سؤال اتفضل. الرابع كده ده اربعه كده هو بقى مش خاص بزراعه القوقعة، خاص بالانف نفسها، الغضاريف والحاجز الانفي والناس اللي عندها مشاكل في الجيوب الانفيه الايام دي هنعمل ايه؟ بصي ده سؤال عايز حلقه لوحده. انا هكون صريح معاك، اصل هنا عندنا برضو في بعض المعتقدات الخاطئه. عندنا المريض المصري اول ما يجيله صداع يبقى على طول عنده جيوب انفيه. لا الصداع ليه تعاون من الاساسيه في حياتي، يقول لك مناخيره فيها شويه رشح انا عندي جيوب انفيه. فالجيوب الانفيه متهم بريء في 90% من الحالات. فده بقى يعني يخش فيه حساسيه ولا دور برد عادي ولا التهاب جيوب انفيه ولا حاجز انفي معوج زي ما انت قلتي غضاريف كبيره، طب هتيجي بعلاج تيجي ده عايز ده موضوع كبير جدا. بس احب اطمن الناس ان هو فيري ايزي سولوشنز، حلول سهله جدا ومش كل حاجه جراحه. كتير جدا من الحالات بتخف بالعلاج. فدي موضوع عايزين نتكلم فيه باستفاضه كتير قوي. ايوه يعني نتكلم فيه في موضوع او حضرتك تشرفنا حلقه تانية ان شاء الله نتكلم بتاعه. مفيش مشكله لان ده موضوع شائك جدا، عايزين نفهم الناس ايه الفرق بين حساسيه وبين التهاب حاد في الجيوب الانفيه والتهاب مزمن في الجيوب الانفيه وعلاجهم ازاي ونعمل ايه والعمليات نسب نجاحها ايه. لان دايما يقول لك الحاجز الانفي بيرجع والغضاريف بترجع والجيوب الانفي بترجع واللحميات بترجع كل حاجه بترجع خلاص بوظ سمعتنا خالص. الناس بيبقى عندها الاثنين، عندها غضاريف متضخمه جدا جداً والحاجز الانفي معوج جدا، فدي بتبقى صعبه قوي. بتبقى صعبه جدا بس برضو لها حلول كتير دوائيه الاول، وما كانش يبقى في حلول جراحيه في حاجات معينه في كرايتيريا معينه. مش اي واحد، انت عارفه ان اكتر من 95% من البني ادمين المصريين عندهم حاجز انفي معوج وانا واحد منهم اولهم. وانا كمان. طب ده نتيجه ايه؟ لو كل واحد من دول هنعمل له عمليه كان زمان دكاتره الانف واذن دول بقى يعني اغنى ناس. طب ده اصلا يا دكتور بيبقى نتيجه ايه ان هو معوج؟ دي بتبقى حاجه اسمها الديفلوبمنت، يعني ممكن اثناء الولاده لو في استعمال اجهزه في الولاده او حاجه، ممكن طفل وهو صغير دماغه بتبقى اتقل من بقيه جسمه فتقيل وهو بيحبه كده دماغه خبطت في الارض اتعوج الحاجز الانفي خبطه كوره ايا كان وينمو على عوجته دي. تمام. في اغلب الاحوال. طيب حضرتك حابب توجه رساله ايه للاطفال او لكبار السن اللي هم على سلم زراعه القوقعة؟ يعني انا عايز اقول بس يعني شويه حاجات مهمه جدا. اولا احنا زي ما قلت في مسح سمعي كل واحد، يعني اي طفل هيتولد لازم ولي امره يتاكد انه هيعمل له مسح سمعي عشان يطمن ان هو ان شاء الله بيسمع كويس، او حتى لو ما بيسمعش لما نكتشفه بدري بيبقى فرصه اعلى بكتير. نمره 2، اي يعني مشكله في السمع نتوجه لطبيب الانف والاذن والحنجره اللي هيفحص وبدوره ممكن يحولني لدكتور السمعيات عشان يعرف انا محتاج ايه بالظبط. ومش كل حاجه زراعه قوقعه ومش كل حاجه عمليات، في حاجات كتيره جدا بتمشي بالادويه. ثالثا عمليه زراعه القوقعه عمليه سهله جدا وبسيطه، مدتها في العمليات ما بتزيدش عن تقريبا ساعه. في دكاتره كتير بقوا خلاص يعني بيعرفوا يعملوا هذه العمليه. الدوله بتتولاها من الالف الى الياء بدون اي مصاريف وعامله معايير جوده عاليه جدا تضاهي اللي بيحصل في اوروبا. ما نخافش من العمليه، ما نروحش لحد غير معروف، ناس معروفين مين اللي بيشتغلوا فيها، مستشفيات التامين الصحي محددها، يبقى احنا ملتزمين بهذا الكلام. وان شاء الله يبقى فيه خير باذن الله ويبقى فيها حل ايا كانت الاعاقه السمعيه، دايما لها حل. كنا سعداء جدا يا دكتور، ان شاء الله تشرفنا في حلقه كامله نتكلم فيها عن الجيوب الانفيه والشتاء والبرد. خلاص هو كذلك ان شاء الله. فاصل ونرجع نشوف الفقره الثانيه هيكون معنا ايه.